تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ نور نزال، وفي التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، وفي الإخراج دائما مخرجنا المتألق نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعين الأعزاء نرحب بتواصلكم معنا في استقبال آرائكم واتصالاتكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا ناخذ مستمعينا الأعزاء فقرة التغذية مع أخصائية التغذية في صحة دبي، ناخذ هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن نمو دهني تحت الجلد يكشف عن خطر الإصابة بالكوليسترول. يعني ارتفاع نسبة الكوليسترول احتواء الدم على الكثير من المواد الدهنية، ويمكن أيضا أن تؤدي هذه المادة المعروفة باسم الكوليسترول إلى انسداد في الأوعية الدموية، وتزيد أيضا الأوعية الدموية المسدودة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية تحت، وتزيد أيضا الأوعية الدموية المسدودة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث تحد من تدفق الدم إلى القلب وبقية أعضاء الجسم. وليس أيضا من السهل دائما معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، حيث لا توجد أي أعراض واضحة. أما الآن مستمعين الأعزاء، وناخذ فقرة التوعية مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي أستاذة عليا دخان وأنماط الحياة والمناعة. صباح الخير أستاذة عليا. يا صباح النور. طبعا اليوم موضوعنا عن أنماط الحياة الصحية، كيف ممكن بعض الممارسات اليومية تساعد أو تعزز عندنا الجهاز المناعي. أنماط الحياة الصحية اللي نتكلم عنها اليوم اللي هي النوم الكافي، وأيضا تقليل الضغط النفسي والنشاط البدني. ببدأ بالتقليل الضغوطات النفسية. طبعا الضغوطات النفسية نحاول إحنا نتجنب استماع الأخبار اللي ممكن الضايق الشخص أو الأخبار الخاطئة خاصة في هالفترة، عدم الخوف والتوتر، نحاول أن نتواصل مع الأهل مع الأصدقاء المقربين، هاي الأمور تساعدنا في تخفيف عندنا من الضغوطات النفسية. أيضا ممارسة الهوايات الهادئة، الهوايات الهادئة اللي هي مثل القراءة، مثل الرسم، مثل التأمل، الطبخ، الأشياء اللي ممكن شخص يمارسها وتقلل عنده من التوتر. طبعا هاي العادات الممارسات الحياة اللي ممكن احنا نسويها تساعد في تقليل الضغط النفسي، بعد لها تأثير على الصحة بشكل يعني مباشر او غير مباشر. عندنا ممارسة النشاط البدني او الرياضة، طبعا احنا ننصح دائما بالمشي. المشي مو فقط عشان نزول الوزن، لكن بعد يساعد في تحسين الدورة الدموية، وهذا ينعكس بعد على تقليل التوتر. فهي أمور كلها مرتبطة في بعض وتأثر على بعض. فالرياضة يساعد بعد مثل ما قلنا على رفع المناعة من خلال تقليل الضغط النفسي. عندنا بعد نقطة النوم الكافي، يعني نحاول إن إحنا نبتعد عن السهر، نحاول نعدل جدول النوم، نحرص على إن يكون عدد ساعات النوم كافية تقريبا بين 7 إلى 8 ساعات. زيادة عن 9 ساعات بعد لها مشاكل أو أضرار على الجسم. الشخص الكبير البالغ 7 ساعات 8 ساعات تكون كافية. الأطفال طبعا احتياجهم للنوم يكون أكثر،
الأطفال الصغار من 6 سنين لين 13 سنة ممكن تقريبا حوالي 10 ساعات، ممكن توصل لين 13 ساعة. عشان نحن نوصل حق جودة نوم جيدة لازم بعد نكون عندنا بعض النقاط نتذكرها أو هي بعض النصائح. في البداية نحاول نخصص روتين للنوم، يعني نحط وقت محدد للنوم ووقت محدد للاستيقاظ. ممكن يتغير الوقت ساعة أو نصف ساعة، لكن إجمالا يكون عندنا روتين معين، فهذا يخلي يساعدنا على جودة النوم تكون أفضل. يكون عندنا بعد تجنب المشروبات اللي هي عالية بالكافيين. الكافيين يظل في الجسم تقريبا 5 ساعات، فممكن يأثر على جودة النوم. نعم. بعد عندنا بعض النقاط اللي هي ممكن تساعد على كفاءة النوم، اللي هي الأجهزة، استخدام الأجهزة الإلكترونية. الإشعاع اللي يطلع منها الأجهزة ممكن تأثر على هرمون اللي هو يساعد على النوم، هرمون الميلاتونين. فنحاول نحن عشان نرقد نوم كافي وما يكون عندنا أرق أو صعوبة في النوم نفكر هاي الأجهزة تقريبا ساعة إلى ساعتين قبل وقت النوم. وبعد نحاول نخلي بيئة غرفة النوم تكون مريحة، ما يكون فيها إنارة قوية، يكون الإضاءة خافتة، درجة الحرارة تكون مناسبة، فهذا كله يساعد على جودة النوم تكون زينة. طبعا إذا الجسم كان يعني ناقص فيه النوم مع المدى البعيد، يعني تكرار السهر فترات طويلة، يزيد عندنا الاسترس أو الانفلاميشن، الالتهابات في الجسم، فهذه كلها ترجع على دائرة كاملة متصلة، زاد قلة النوم، زاد التوتر، زاد الإرهاق، زاد المرض، بالتالي المناعة تقل. فهي كلها أمور متداخلة يعني في بعضها. صحيح. وفي النهاية بعد أحب أنبه، يعني صحي عن أنماط الحياة، لكن بعد الغذاء الصحي له دور كبير، فدائما بعد ما ننسى أن الأكل الصحي له مردود كبير على صحتنا وعلى جهازنا المناعي. شيء واحد بروحه ما يفيد المناعة، أكيد لازم يكون نمط الحياة كامل يعني متكامل، طريقة صحية، النوم الجيد، الحركة، مثل ما قلنا الضغط النفسي والغذاء الصحي، يكون عندنا نحن العناصر كلها موجودة، بالتالي المناعة تكون أقوى في محاربة الأمراض والفيروسات. نعم، ممتاز. أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عليا الدخان، كل الشكر والتقدير. العفو. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بيكون معانا اليوم الدكتور يوسف الديري استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، والحديث عن الوقاية من أزمات الربو وخدمات علاج الربو بمستشفى راشد. خلكم معانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء نرحب بتواصلكم معنا، استقبال آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعين الأعزاء، مع تغيير الجو في الدولة يعاني الكثير من مرضى الربو من النوبات الحادة لهذا المرض، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب الهجمات الشديدة للربو، خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا. للحديث عن هذا الموضوع وأسبابه والعوامل المحفزة له، يسرنا ويشرفنا أن يكون معنا على الهاتف اليوم الدكتور يوسف الديري استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. دكتور يوسف صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتور. دكتور في البداية نحب أن يعني تعطينا المسببات، أكيد في هناك أسباب لي يعني أزمات الربو، لو تحدثنا بشكل عام دكتور في هذا الموضوع. تمام. الربو بشكل عام هو مرض تحسسي، العامل اللي بيسبب الحساسية ممكن يكون معروف عن بعض الناس، يكون عندهم شيء من الطيور أو القطط أو شيء من الروائح، أحيانا غير معروف وبيختلف من شخص لآخر. بعض الناس الربو عندهم طول السنة تعبهم، هم فئة قليلة جدا. معظم الناس الربو بيجيهم شكل هجمات حادة،
ممكن تتفاوت مرة بالشهر مرة بالسنة. فالعوامل اللي بتزيد هذه الهجمات والتعب الشخص اللي معاه الربو عادة تغيرات الطقس ومرافقها من تغير في الحرارة في الرطوبة الغبار، هذا عامل كبير جدا، التعرض لأي شيء مخرش مثل الدخان، حتى لما يقوم الإنسان بالشوي وهذه الأمور دخان الحطب ممكن يعملها، أكيد السجائر التدخين المباشر أو التدخين السلبي، السجائر الإلكترونية محتمل جدا ممكن تزيد في عوامل الربو، أحيانا الروائح الشديدة النفاذة، والالتهابات العامة التهابات بكتيرية التهابات فيروسية، وأحيانا الضغط النفسي مجرد التعب ممكن النفسي ممكن يزيد في هجمات الربو. وبعض الناس في عندهم شيء من الحموضة في المعدة، فممكن بعض أنواع الأطعمة تزيد حموضة المعدة، واسترجاع الحمض ممكن يعمل تخريش لمريض الربو. فالأسباب ممكن تكون مختلفة. نعم، فمثل ما تفضل دكتور بأن الأسباب يعني تكون مختلفة من شخص إلى آخر، فالدكتور ما هي العوامل؟ يعني أكيد هناك في عوامل محفزة اللي إصابت الناس بأزمات الربو، وما هي هاي العوامل مثلا؟ تمام، باعتباره هو مرض حساسية بشكل أساسي، هناك استعداد وراثي. الوراثة فيه ما هي ظاهرة جدا، يعني ما كل شخص في نفس العائلة حيصاب فيها، لكن بعض العائلات عندهم حساسية تختلف وبتزيد عن باقي العائلات. الحساسية ممكن تتظاهر بشكل حساسية جلدية مثل الإكزيما، أو ممكن يكون حساسية في الجيوب الأنفية والأنف، ممكن يكون الحساسية في الرئة. فهذا الاستعداد الوراثي، وبيأتي بعدها العوامل الأخرى اللي هي تعرض الإنسان لالتهابات أو لبعض أنواع الضغوط، فتظهر هذه الحساسية، وغالبا تظهر في سنين مبكرة في سن الطفولة وفي سنين المراهقة والشباب الأولى. يعني معظم الناس ما بين أعمار 5 سنوات إلى 20 سنة بظهر، لكن بعض الأشخاص ممكن يتأخر ظهور المرض لفترات لاحقة من العمر. نعم دكتور، أنت ذكرت يعني بخصوص موضوع الربو والأسباب الأزمات يعني في بعض الأحيان طبعا يعني يصاب فيها يعني فئات مختلفة من العمر، ولكن دكتور يوسف هل هناك مثلا فئات عمرية معينة هم أكثر عرضة للإصابة ب يعني نوبات أو أزمات الربو؟ هو باعتباره مرض يصيب الشباب بشكل عام فهم أكثر عرضة للأزمات الربو تظهر عندهم، وغالبا الناس في سن الشباب ما بيجلسوا في البيت، فغالبا بيطلعوا للخارج، ممكن يتعرضوا للعوامل اللي بتزيد الحساسية من حيث الغبار. أحيانا بعض الناس يتحسسوا نوع من الغبار الطلع، أنواع من الشجر والورود وهذه الأمور. فبالإضافة لتعرضهم للالتهابات اللي ممكن تكون موجودة في المدارس أو في أماكن العمل. طبعا دكتور يعني مع الوقت الحالي وتغيير الجو وأيضا يعني جائحة يعني فيروس كورونا، طبعا هناك أكيد دكتور دائما احتياطات ونصائح وقائية لابد أن يأخذها يعني بعين الاعتبار الفئة المصابة بالربو. ما هي الدكتور الاحتياطات يعني والنصائح اللي تحب توجهها للفئة اللي عندهم الأزمات أو عندهم المشكلة الربو بشكل دائم؟ تمام، الشخص بيختلف، في بعض الناس الجسم حساس أكثر من غيرهم لأي تعرض خفيف ممكن تجيهم أزمة ربو حادة، فهالأشخاص هذين ننصحهم يتجنبوا يخرجوا من المنزل في أوقات الحرارة الشديدة في منتصف النهار، أو أوقات الرطوبة الشديدة، أو أوقات الغبار الشديدة، وإذا احتاجوا يخرجوا حتى غير موسم الجائحة الكورونا بيستعملوا الكمامة الطبية بتخفف من استنشاق الدخان. بالنسبة للآن بوجود جائحة كورونا طبعا مرضى الربو بياخذوا احتياطات زيادة. بعض الدراسات تظهر الأشخاص اللي معاهم أمراض مزمنة بما فيها الربو هم عرضة أكثر للاختلاطات الالتهاب بهذه جائحة الكورونا، فالأفضل يتجنبوا الخروج الأماكن المزدحمة، يحافظوا على مسائل التباعد الاجتماعي، يستعملوا الكمامات الطبية لما يكونوا متواجدين مع غير أفراد العائلة،
استعمل القفازات، تعقيم اليدين، ولما تظهر أول أعراض الأزمة الربو فورا يكلموا طبيبهم أو يزوروا الطبيب في العيادة عشان يبدأ العلاج بشكل مبكر قبل ما يستفحل ويحتاجوا تنويم في المستشفى. صحيح. فدكتور أكيد يعني ضروري جدا للشخص المصاب بالربو أيضا يعني مثل ما ذكرت أنت أنه يكون دائما يعني محافظ ولازم يأخذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة الوقائية على أساس أنه ما يكون هناك في يعني مضاعفات للمرض ويحتاج أنه يزور المستشفى. ولكن أيضا دكتور هناك مثلا أهمية المراقبة، ما هي أهمية مراقبة الحالة المرضية بشكل دائم؟ تمام. مرضى الربو الغالبية منهم محتاجين نوع من العلاج الوقائي بشكل مستمر، سواء بخاخ أو نوع من أنواع البخار أو بعض أنواع الحبوب، وأحيانا ممكن يكون حقن إبر بيولوجية. فالشخص حسب شدة الربو عنده بيحتاج إلى شيء من متابعة في العيادة وشيء متابعة شخصية. المتابعة الشخصية أكثر شيء تعتمد على الأعراض، إذا زادت عند الشخص أعراض السعال الناشف، إذا حتى حصل سعال فيه إنتاج للبلغم ممكن يكون مؤشرات على حدوث التهاب، ضيق النفس، يصحى الإنسان في الليل وحاسس أنه مكتوم، صعوبة المشي أو أداء أي عمل، بالإضافة للأعراض الشديدة اللي هي ممكن تكون حس الإنسان في ضغط في الصدر أو حرقة عند التنفس أو صوت الصفير الويزينج اللي ممكن يسمعه المريض. بعض الأشخاص بيستعملوا معدل التنفس، جهاز بيسموه الفلو ميتر، بينفخ فيه الإنسان وبيعطيه مستوى على كيف هو يستطيع يتنفس بشكل العادي. فإذا انخفض حوالي 20% عن مستواه الطبيعي فهذا ممكن يكون مؤشر على بداية أزمة ربوية، فبيبدأ بياخذ البخاخات أو البخارات الحادة لعلاج الحالة، وإذا ما تحسنت بيحتاج يكلم طبيبه أو يزوره في العيادة. نعم. أيضا دكتور طبعا يعني الناس اللي مصابين بمرض الربو طبعا يعتبر من لفئة معينة، يعني من الناس من الأمراض المزمنة واللي يحتاج يعني متابعة ومراقبة للحالة بشكل مستمر. لو نتحدث دكتور معاك عن الخدمات العلاجية التي يقدمها مثلا مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي لهذه الفئة من المرضى. تمام. مستشفى راشد عنده عيادة تخصصية في علاج الربو. طبعا المرضى الربو حوالي 80-90% منهم يستطيع الطبيب الأسرة، الطبيب العام، طبيب الأمراض الباطنية يعالجهم، بتكون حالاتهم من خفيفة إلى متوسطة. لما بتكون الحالة أشد أو محتاج الإنسان علاجات مستمرة أو بيحصل له تنويم في المستشفى أو اختلاطات شديدة، بيتم تحويله للعيادة التخصصية في مستشفى راشد. فيها بيتم تشخيص تام بعد فحص المريض وأخذ الصور الأشعة والتحاليل الدم لتحديد طبيعة الربو والعوامل المسببة ومحاولة إزالة العوامل المسببة وتحسين العلاج، سواء من تثقيف صحي، من بخارات، بخاخات، حبوب، وفي الحالات الشديدة في علاجات بيولوجية، إبر يتم أخذها إما مرة كل أسبوعين أو مرة في الشهر حسب شدة الحالة عند الشخص. وفي الحالات التي تتطلب تداخلات أكثر من ذلك مثل منظار أو شيء من هذا، فهذه الخدمات أيضا متوفرة في مستشفى راشد. نعم. أيضا دكتور يوسف، إذا كانت هناك مثلا من نصائح أو كلمة تحب توجهها لهالفئة من الناس المصابين يعني أزمات الربو، كيف يعني يتم أخذ الاحتياطات وأيضا يعني أهمية المراقبة الحالة بشكل دائم؟ الربو بحد ذاته ممكن يكون حالة بيستطيع يتعايش مع الإنسان بشكل طبيعي. يعني كثير من الناس المبدعين في جميع المجالات، حتى في رياضيين أولمبيين معهم ربو. ففي المتابعة والعلاج المنتظم
الإنسان بيعيش حياة طبيعية وهي الغاية من العلاج. يعني ممكن أن يتعايش معه مثل باقي الأمراض المزمنة دكتور، يعني مثل بالضبط يعني يتعايش الإنسان معه، يعرف كيف يعني يتعايش معه، كيف يأخذ الأدوية، وكيف يعني يحاول إنه ما يوصل للمراحل المتقدمة أو الأعراض مثل المستقبل. وهذا هو الغاية من العلاج. فمع المتابعة المنتظمة معظم الناس بيعيشوا حياة طبيعية، معهم البخاخات عند اللزوم، عندهم علاجات وقائية ويلتزموا بالتعليمات. في بعض الأشخاص ما بيلتزموا، عندهم شيء بتحسسوا منه. عندنا بعض الأشخاص عندهم طيور وهم بتحسسوا للطيور، ننصحهم يتخلصوا من الطير ما بتخلصوا، فعلى طول معهم ربو. بعض الناس بيدخنوا والدخان بيزيد الأعراض بشكل شديد، ننصحهم بترك التدخين. يعني في العامل الطبيب اللي بيقوم فيه هو عامل مساعدة ونصح، لكن بالأخير الجهد الأساسي على الشخص نفسه حتى يتعايش مع هذه الحالة ويعيش بحياة طبيعية، وسواء في الدراسة سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية بيستطيع أنه يعيش حياة طبيعية بإذن الله. نعم، نحن أيضا دكتور دائما يعني ننصح المستمعين الأعزاء وأيضا اللي يعاني من هاي الأمراض المزمنة بأن يعني الأمراض المزمنة دائما يعني إدارة الحالات تكون عند الشخص نفسه، فمفروض أنه هو بذاته يعني يستطيع يكون عنده الإدارة الكاملة والمعلومات والثقافة الكاملة بحيث أنه يدير الحالة بشكل ذاتي. أما الفريق الطبي المعالج هو الجانب الداعم، يعني من الجانب الطبي الداعم حتى يعني لا يصل الشخص إلى يعني مستقبلا لأعراض ممكن يعني قد يعني يصاب الصحة العامة عنده بشكل يعني غير جيد. تمام، هذه الرسالة فعلا اللي نوصلها للناس إنه العلاج بإذن الله بشكل أساسي بيكون بيد المريض، والطبيب كما ذكرت دوره داعم ومساعد للشخص حتى يكون حياة طبيعية ويتجنب أي اختلاطات بإذن الله. نعم، دكتور يوسف الديري استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتور. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. شكرا. مستمعين الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل معانا بيكون إن شاء الله الدكتور حسن الحريري استشاري الأمراض الصدرية ومدير عيادة النوم في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، وأيضا هناك معلومات أكثر في هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل خلكم معنا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وبعد انتهاء من فترة العمل عن بعد مستمعينا الأعزاء والعودة إلى العمل في المكاتب، قد يواجه بعض الأشخاص في تغيير نمط النوم. معنا اليوم الدكتور حسن الحريري استشاري الأمراض الصدرية ومدير عيادة النوم في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي للحديث عن النوم الصحي، والحديث أيضا عن عيادة النوم في مستشفى راشد التي تم تأسيس العيادة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى في تشخيص وعلاج مشكلات النوم والأرق لدى مختلف الفئات العمرية من خلال نخبة من الأطباء والأجهزة المطورة. دكتور حسن صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. الحقيقة أنا يعني حبيت الاسم العيادة دكتور، عيادة النوم، وأنا متأكد أن يعني العيادة متميزة وأيضا متميزة في خدماتها. لو دكتور حسن تعطينا نبذة عن عيادة النوم بمستشفى راشد و مستوى تجهيزات العيادة وإمكانياتها أيضا. أكيد، أنت مثل ما بتعرفوا بشكل عام يعني نحن مننام حوالي من 7 إلى 9 ساعات، كل البشر بشكل عام نحتاج للنوم حتى نحسن نستطيع أنه نشتغل بشكل مثالي. قلة النوم بشكل عام ممكن يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة
بكل الأنواع، ممكن تأثر على القلب، ممكن تأثر على التفكير، التركيز، الحالة النفسية، حالات السكري. فضروري جدا نركز على أن يكون عندنا النوم المثالي. وإجت طبعا من خلال 30-40 سنة الماضية علم اضطرابات النوم صار متطور جدا، وصار في عندنا تقريبا أكثر من 100 نوع من اضطرابات النوم. فما عاد مجرد أنه والله النوم قليل ولا نوم كثير ولا أرق ولا نعاس زايد، وإنما في أمراض متعددة جدا جدا. وهنا إجت الفكرة أنه هيئة صحة دبي لاحظت أنه أهمية النوم ضروري جدا حتى نحسن نستطيع نتحكم ببقية الأمراض الأخرى ونوصل للشكل المثالي والإنجاز المثالي للإنسان بشكل عام. فمن 10 سنوات تقريبا فتحنا مركز اضطرابات النوم، وخلال 5 سنوات الماضية صار في عيادة مميزة لهالموضوع. طيب السؤال انه ايش هو هالعيادة، ايش الهدف منها، وايش الاختبارات اللي بنساويها؟ فنحن عادة نستقبل المرضى، نسألهم عن القصة السريرية، كيف نومهم، لما بيفيقوا صباحا بيحسوا شبعانين نوم، في تركيز جيد ولا ما، بيحسوا بتعب مستمر، وهل هذا التعب يترافق مع نعاس ولا لا، وساعات النوم الليل القبلة هل كان النوم طبيعي ولا في نوع من الأرق بفيقوا بيناموا، هل بترافق مع اختناقات ولا لا. فبناخذ المرحلة، الخطوة الأولى هي ناخذ قصة سريرية تفصيلية. بعد ما ناخذ قصة تفسير يعني بالتفصيل، نحسن نركز انه يمكن يكون في عنا عدة انواع من اضطرابات النوم، مثلا الاختناقات اثناء النوم او ما يسميه الناركوليبسي. فيعني بيوجهنا القصة السريرية انه فيها الاحتمالات. تجي الخطوة الثانية اللي هي اختبار النوم. ايش هو اختبار النوم؟ اختبار النوم انا بريد اشوف انه الشخص لما بده ينام عم بيدخل بالنوم المثالي. نحن لما بننام ندخل بمراحل نوم متعددة، مرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، يعني نوم سطحي وسط عميق، وبعدين ندخل بمرحلة ثانية اسمها rapid eye movements اللي هي حركة العيون. فنحن تقريبا كل 90 دقيقة ندخل بهالسايكل، بهالحلقة، وبخلال 6 ساعات ندخل من 3 إلى 4 حلقات. فاختبار النوم أنه المريض بيجي بينام بالمستشفى، ومنحط له أجهزة خاصة مثل عبارة عن تسجيل موجات الدماغ مع سينسورز، محسسات يعني تستطيع أنه تركز على نسبة الأكسجين ونسبة نبضات القلب، وإذا عم بيصير أي تغير أثناء النوم. وبينام المريض ومنحلل هالنتائج، وتاني يوم صباحا بفيق ممكن يروح مثلا على عمله مباشرة. فكأني جاي المريض ينام بالأوتيل، ما هو غرفة مع مرضى آخرين، وإنما غرفة خاصة لنشوف كيف نومه بشكل عام. ثاني يوم ممكن يروح على العمل بشكل نظامي، منحلل موجات الدماغ، منحلل إذا في شيء طبيعي ولا غير طبيعي، وهل المراحل النوم هل هي مثالية وغير مثالية، وهذا بيوجهنا نعرف إنه شو التشخيص المثالي بهالحالة. فعيادة اضطرابات النوم هي عيادة هدفها التشخيص اضطراب النوم بشكل دقيق أكثر، واختبار النوم بيعطينا تثبيت للتشخيص اللي شكينا فيه بشكل عام. صحيح صحيح، ممتاز دكتور. أيضا طبعا دكتور، إذا تحدثنا عن يعني المرحلة الحالية، يعني بماذا تنصح الموظفين الذين مثلا البعض يواجهون من صعوبة في العودة إلى العمل بعد ما كانت يعني فترة يعني العمل كان عن بعد، واحتمال يكون في البعض عنده هاي المشاكل الاضطرابات في النوم أو عدم النوم أيضا لساعات يعني صحيحة. نعم، هلا أكثر الاضطرابات النوم اللي صايرة هلا بالوقت الحالي هي بسبب اضطراب الساعة البيولوجية. نحن في عنا مركز بالدماغ، مركز الساعة البيولوجية. إيش هي الساعة البيولوجية؟ الساعة البيولوجية هي عبارة عن مجموعة من الخلايا الدماغية، هدف تعرف أنه مثلا حاليا صباحا، حاليا الظهر، حاليا المساء صار وقت النوم هلأ. يعني هي عبارة عن مركز تحكم للجسم، وهي بتأثر على بقية الجسم بشكل عام، وبتتأثر بشكل رئيسي بالظروف اللي حوالينا. فأنا إذا كان عندي عادة أنه أروح على العمل الساعة 7 صباحا، الساعة 1 في عندي غدا، الساعة 4 في عندي مثلا زيارة عائلية معينة، وهذا بشكل منتظم عم بيصير، هذا بينسق مع الساعة البيولوجية انه هذا هو الوضع
بشكل عام. والدليل الوجودة أنه أحياناً أشخاص مثلاً بيكونوا حاطين منبه الساعة 7 ممكن يفيق الساعة 7 قبل ما المنبه بدقيقة. فهذا النوع من التنسيق بين الساعة البيولوجية والحياة اللي بتدور حوالينا. هلأ خلال الشهرين الماضيات وبسبب الوباء وبسبب أنه أشخاص بقوا موجودين في البيت بشكل عام الساعة البيولوجية اضطربت، وكان كمان في عنا فترة رمضان، وبرمضان في عنا كمان طقوس دينية معينة، في صلاة صباحية، سهر أكثر، فالساعة البيولوجية بخلال هالفترة اضطربت بشكل واضح جدا. فهذا مو معناه أنه الشخص يعاني من اضطراب نوم مزمن، وإنما يجب إعادة تنسيق الساعة البيولوجية حتى يحسن الشخص يرجع بشكل طبيعي. أكثر عامل يساعدنا أنه نرجع الساعة البيولوجية بالشكل النظامي هو الضوء، الضوء الصباحي. بما معناه أوكي نحن تعودنا أنه مثلا نسهر للساعة 12 ننام الساعة مثلا 2 صباحا نفيق 9 مثلا بخلال هالفترة ونبدأ العمل من بعد. هون بيجي دور الضوء الصباحي أنه لا أنا رح أفيق الساعة 7 صباحا ورح أكون تعبان، بس ضروري جدا أحاول أطلع الضوء، أطلع باتجاه الشمس، أطلع برات البيت ما أحط نظارات شمسية وإنما أشوف الضوء حقيقة. فوجود الضوء بخلال 10-15 دقيقة ودخوله من خلال الشبكية وصوله لخلايا الدماغ يرجع بنسق الخلايا الدماغية ليعمل لها من نسميها سينكرونيزيشن، يعني إعادة يعني تأهيل هالخلايا الدماغية أنه هذا هو الوقت الصباحي. ممكن أول يوم يومين يصير معنا نوع من يعني التعب والاضطراب، بس تدريجيا الساعة البيولوجية ذكية جدا تستطيع أنه إعادة برمجة نفسها بشكل مثالي. ننصح المستمعين الاستيقاظ صباحا، الضوء الصباحي ضروري جدا، تجنب المنبهات المسائية اللي كنا متعودين مثلا انه الشاي القهوة ولا الدخان، هذا كله لازم نتجنبه حتى نرجع نحسن ننام بشكل جيد المساء، ما يصير معنا نوع من الأرق. الرياضة هامة جدا جدا بخلال النهار لأنه بتساعد كمان على الخلايا العضلية، والنتيجة الرياضة كمان بتساعد الساعة البيولوجية. فالنصيحة بعد هالاضطرابات اللي مرينا فيها الساعة البيولوجية ممكن إعادة تنظيمها من خلال إعادة تنظيم وقتنا. ما نجبر حالنا نروح النوم أنه أنا لازم أروح النوم الساعة 9 ومستحيل أنام لأنه أنا متعود أنام مثلا الساعة 1، وإنما الاستيقاظ الصباحي ضروري جدا بوقت محدد، ولما بيجي الويك إند ما نرجع نضرب هالساعة البيولوجية، نحاول أنه والله ما إجي نهار الجمعة يلا بدي أنام للساعة 12 الظهر. لا، حاول قدر الإمكان أعيش نفس التنسيق. صحيح دكتور. أيضا يعني من الأمور اللي ذكرتها في حالة عدم يعني النوم لساعات يعني صحيحة أو الساعات اللي يحتاجها الجسم، وأيضا أنت ذكرت بأن لابد أن أيضا الواحد يعني يحاول أن يعني يضبط الساعة البيولوجية على أساس أنه يرجع الإنسان إلى ساعات النوم الطبيعية. أكيد طبعا في عدم يعني جعل كل هالأمور هناك بعض المشكلات الصحية التي ممكن يعني يقوم أو ممكن يعني تصيب هذا الإنسان. فكيف العيادة دكتور يعني تعمل على علاج هذه المشكلات في العيادة التخصصية لديكم، وكيف أيضا يتم هناك التنسيق بين عيادة النوم وأيضا العيادات الأخرى في حال إذا الشخص احتاج إلى تحويل لعيادة أخرى مثلا؟ تماما. في نصائح عامة وقت بيجي المريض لعنا على العيادة ونأخذ القصة السريرية ومنحس أنه مثلا في اضطراب بالساعة البيولوجية، بيجي دور العيادة اللي هي التأمين النصائح المثالية اللي بتناسب هذا الشخص بالذات. مثلا ممكن يكون النصائح اللي أعطيها لشخص معين ما تناسب شخص ثاني. مثلا في أشخاص بيشتغلوا بورديات مختلفة، ما بحكي له لازم تروح الساعة الثانية، لازم تفيق صباحا، لازم الضوء الصباحي، لأنه طبيعة عمله في عنده ورديات ولازم يناوب ويشتغل بساعات مختلفة. فحالة كل حالة حسب وضع. فدور العيادة تأخذ القصة السريرية وتعطي العلاج النصائح المثالية لكل مريض بشكل شخصي. وبحال عدة أسابيع، أسبوعين ثلاثة على سبيل المثال،
تدع المريض كل هالنصائح ولسه في اضطراب، هون بيجي دور العيادة في إجراء اختبار النوم. طبعا اختبارات النوم في عنا عدة أنواع، في أنواع بتصير بالليل، في منهم بالنهار، منهم 24 ساعة، منهم نعطيهم مثل مونيتور لمدة 72 ساعة. فهون بيجي دور إنه الاختبار النوم لنوصل للتشخيص الدقيق، وبعدها بيجي العلاج. العلاج مثلا إذا لاحظنا إنه الشخص أثناء النوم عم بيصير معه نقص أكسجين، في أجهزة خاصة أو في مثل الأكسجين تنعطى للمريض أثناء النوم حتى يصير بالنوم المثالي. لاحظنا إنه في اضطراب، ما عم بدخل المريض بالنوم عميق أبدا، وعم بيصير معه استيقاظ متكرر وغير مبرر، قد يكون هذا بسبب نوع من الاكتئاب أو نوع من الانكزايتي، يعني نوع من الأرق الشديد. هالحالات بيجي بصير التنسيق بيننا وبين عيادة الاضطرابات الأمراض النفسية لنحول هالحالات. شخص مثلا صحة زايدة كتير وفي عنده سمنة، ممكن هون نوجهه لعيادة خاصة تانية في عيادات التغذية. ففي تنسيق متواصل بين العيادات، وخاصة مع عيادات النفسية، عيادات أمراض النوم، وعيادات الأذنية، خاصة الأشخاص ملاحظ شخير متكرر بس ما في اضطراب نوم، وإنما شخير مستمر ودون اختناق ودون نقص أكسجين، هذول منحولهم لعيادات الأنف والأذن والحنجرة. فهل ثلاث أربع عيادات في تنسيق متواصل؟ الحالات اللي بتجي توصل لعنا هي عادة أول خطوة لازم المريض يتواصل مع طبيبه العام، يروح عن طبيبه العام يشرح له أنه أنا في عندي هالمشكلة، سواء اضطراب نوم ولا شخير ولا أرق، والطبيب العام بيحاول مرحلة أولى يعطيها النصائح المثالية، يعني نوع من الفلترينج ليتأكد أنه إذا كانت الأمور بسيطة وإنما تحتاج إلى التحويل. إذا وصل لمرحلة أنه عطى النصائح المثالية وما فادت، هون بيجي دور التحويل ونشوف المرضى سواء بعيادات اضطرابات التنفس أو بعيادة اضطرابات النوم، لأنه نحن نفس الاختصاص أمراض التنفس وأمراض النوم. معظم الأطباء نحن عددنا تقريبا 15 طبيب في مستشفى راشد، فمننسق عنا يوميا عيادة سواء أمراض تنفس أو عيادة أمراض النوم. بس بشكل عام نهار الخميس هي عيادة أمراض نوم حصرا لهالحالات شوي متقدمة. نعم دكتور، طبعا احنا يعني ايضا عدم النوم يعني الطبيعي، او خلنا نقول يعني جودة ساعات النوم الطبيعية، طبعا تؤثر على صحة الإنسان، وبالأهم يعني تؤثر دكتور على الجهاز المناعي، وايضا تؤثر على المناعة. فلو نتحدث في هذا الجانب دكتور قليلا. أكيد هلأ كل الدراسات تختلف حاجتنا للنوم، عدد ساعات النوم حسب العمر. فبتلاحظ الأطفال ممكن ينام 10 ساعات 12 ساعة، خاصة مثلا الرضيع اللي عمره سنتين 4 سنين ممكن يناموا للعشر ساعات، هذا ضمن الحدود الطبيعية. المراهقين ممكن يوصلوا لنوم مثلا 10 ساعات، هذا ما بنقول لهم خمول، ما بنقول هذول كسالة، وإنما هن جسمهم وسبب التغيرات الفيزيولوجية اللي عم بيمروا فيها رح يحتاجوا لنوم زايد. بعد العمر 18 بشكل عام نحتاج من 7 إلى 9 ساعات. كيف نعرف إنه قديش أنا حاجتي للنوم؟ بسأل المريض، بقول له إذا أنت نمت 7 ساعات شبعان نوم ترتاح؟ بيلي لا. إذا نمت 8 بيلي إيه، معناها هو بحاجة لثمان ساعات. فتختلف، نحن عنا بحاجة من 7 إلى 9 ساعات. نقص عدد ساعات النوم المرضي أو لأسباب أخرى رح ينقص الخلايا المناعية بالجسم، قوة جسمنا لتحارب أي التهاب تضعف رقم واحد. اضطرابات الغدد كلها بصير مثلا لا سمح الله معه سكري، اضطراب بالدرق، هالأمور كلها بصير اضطرابات في الهرمونات. ممكن في حالات طبعا دراسات مثبتة أنه نقص حتى عدد ساعات النوم ممكن يكون له تأثير سلبي بزيادة السرطانات لا سمح الله، وأحد الأسباب هي اضطراب هالخلايا المناعية. لذلك طلعت كتير أرتيكل إنه بحالات وكيف يعني ممكن نأكد هالشيء. مثلا إذا شخص لا سمح الله معه التهاب وحرارة، بتلاحظ نومه ما عاد مثالي نهائيا، بس بينصح إنه حاول تنام وتريح حالك، تلاحظ بعد ما الاستيقاظ بحس يعني مرتاح أكثر. فالنوم بيعيد الخلايا المناعية، بيعيد قوتها لتحارب أي التهاب. فبالفترة الماضية هذا كان أحد النصائح بالنسبة للمرضى، أنه حاولوا طبعا نحن حياة البشر كلها 24 ساعة، كل إنسان بده يحاول يقضي حاجاته كله. بطلب دائما من المستمعين أنه نغير أولوياتك بحيث أنه ما تتخلى عن عدد ساعات النوم.
أنا في عندي التزامات كبيرة جدا، ما بقول خلاص بنام 4 ساعات لا أخلص التزاماتي الأخرى، لا، نام 7 ساعات وغير أولوية التزاماتك، لأنه النوم من العوامل الأساسية لمحاربة أي التهاب وتقوية المناعة. صحيح. وأيضا دكتور يأثر مثل ما تفضلت، يعني إذا كان الشخص يعني ما بياخذ بعين الاعتبار الأولويات النوم وساعات النوم، بياخذ الأولويات إنجاز العمل، هناك كثير كثير من الأعمال اللي ممكن يعني ما تنتهي، ففي الحالة ممكن أنه يصاب يعني ببعض الأمراض، بعض المشاكل الصحية بعدم يعني أخذ النوم الصحي والساعات جودة النوم الطبيعية. أكيد، وهذا رح يأثر سلبيا على النوم. أنا لما بيكون عندي مثلا بيجينا أحيانا كثير أشخاص مثلا عندهم التزامات سواء بالعمل أو التزامات عائلية لدرجة من كثر التفكير ومن كثر ما لازم يعني يسوي هالالتزامات رح يتأثر سلبيا على النوم وبصير معهم أرق، فبالتالي لازم يغيروا الأولويات. أنا بحسن أنا مثلا رئيس قسم أدير القسم بس عم بيساوي لي ضغط نفسي شديد وعمل زايد، لازم أغير، لازم أجيب شخص ثاني يساعدني، يمكن أتخلى عن هالمنصب أحاول أجيب شخص ثاني أخفف، لازم نغير حياتنا بما يتناسب ما يكون عندنا تأثير سلبي على النوم قدر الإمكان. طبعا هالشيء يختلف من إنسان لإنسان، بس بنصح المستمعين لازم تغيير الأولويات لأنه صحتك هي الأهم. نعم دكتور، طبعا هناك أكيد في علاقة يعني العيادة بالأمراض الرئوية، ما الذي يمكن أن يعني تقدمه العيادة في موسم الشتاء من خدمات؟ طبعا في فترة الشتاء بشكل عام ممكن الأشخاص اللي مثلا لا سمح الله معهم ربو، معهم التهابات رئوية مزمنة، اللي عندهم صحة زيادة يصير معه نوع من زيادة الالتهاب، زيادة الربو، الربو يصير غير متحكم فيه، نقص أكسجين زايد أثناء النوم، يكون عنده مثلا اختناقات خفيفة ممكن تصير أشد نتيجة الزكام، انسدادات الأنف، ممكن ينقص الأكسجين أثناء النوم. بيجي هون دور عيادة أمراض النوم إنه التقييم الحالي، أنا ممكن يكون عندي نوع من توقف التنفس خفيف مع الشتاء، مع التهابات، مع الربو الزايد في حالته شديدة، فممكن المستوى الحالي يزيد وينقص مع اختلاف الفصل بشكل عام، بالإضافة أنه في الشتاء عدد ساعات الضوء أقل من عدد الصيف، يمكن ما كثير نلاحظها بس مثلا نعرف نحن بالإمارات المغرب ممكن يكون 5:00 بعد الظهر بالشتاء، بل ممكن يكون 7:30 بالصيف. كمان نقص عدد ساعات النهار والإضاءة إلى دور كبير. دور العيادة أن تمييز هالحالات معهم اضطرابات رئوية مزمنة ونلاحظ هل هم بحاجة للنوع من اختبارات النوم أو دعم أثناء النوم أو أكسجين أو جهاز اسمه CPAP لحتى يتجاوزوا هالمرحلة، وهذا الدعم هل رح يكون مستمر ولا بس لفترة مؤقتة. ولذلك بتلاقي معظم أنحاء العالم عيادات اضطرابات النوم مرتبطة 70-80% مع عيادات اضطرابات التنفس. نعم دكتور حسن، أدركنا الوقت الحقيقة والحديث شيق الحقيقة، والعيادة عيادة النوم بمستشفى راشد من العيادات الحقيقة من خلال سماعنا الحديث معك يعني فيها خدمات مبدعة الصراحة، فكل الشكر والتقدير لك الدكتور حسن الحريري استشاري الأمراض الصدرية ومدير عيادة النوم في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير دكتور. أهلا وسهلا. الله مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأذكركم أيضا بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها. أشكر الحقيقة فريق عملي المبدع اليوم في الإعداد الأخت نور نزال، والتنسيق والمتابعة الأستاذ نور أستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق نمر محمد، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.